السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم مع فيديو جديد، كما كتشوفوا غادي نحضر معكم ملاوي ديال الدقيق ديال القمح الكامل، ملاوي اللي تيجيو رائعين، لا في الشكل ديالهم ولا في الطعم ديالهم، تيجيو صحيين بزاف بزاف. اللي غادي نخدمهم ان شاء الله غير بالدقيق الكامل، وان شاء الله الوالده ديالي هي اللي غادي تعجنهم لينا. غادي تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وغادي نخدم معكم جميع المراحل. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، لحقاش كيستحقوا التجربه. كما كتشوفوا راه ما غادي نديروا فيهم ان شاء الله لا دقيق الفرص لا والو، غنديروهم طبيعيين 100%. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، خليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا اول حاجه اللي درناها هي الدقيق ديال القمح، دقيق القمح اللي غربلناه، ودرنا الدقيق ديال الفرينه اللي حتى هو مغربل. خدينا جوج زلايف ديال الدقيق ديال الفرينه وزلافه ديال الدقيق ديال القمح طبيعي اللي تنخدمو عادي ومغربل ومطحون، والوالده ديالي هي اللي غادي تعجنو. كما كتشوفوا درنا غير الملحه والماء، لا تاع صحيحتها هي اللي قالت لي غادي نعجنو، قلت لها مرحبا ولكن ان شاء الله انا غنكمل معكم المراحل. كما كتشوفوا كتعجنو عادي، وغادي دير معاه شويه الماء باش غادي يدلكو، حقاش الدقيق الكامل يعني كيحتاج شويه الماء حقاش كيشرب. غادي تخدمو بيديها كما كتشوفوا، وإلا عندكم العجانه ما فيها باس خدموا بها حتى هي مزيانه، غير هي الوالده تتبغي تخدم الحاجه بيديها كما كتشوفوا. الله يعطيها صحيحتها. صافي في هذه المرحله غادي يدلكو وغادي تخليه. من بعد ما خليناه ارتاح شويه كنا مغطينو بلاستيك، دابا خديت الزيت وصافي. غادي ناخذ العجين ديالنا وغادي نديرو الى قطع كما كتشوفوا، كويرات كبارين شويه. كما كتعرفوا الملاوي كديروا على القياس اللي بغيتو، كبار شويه اولا صغار كما حبيتو نتوما. صافي غادي نكملهم على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت باش ما يديروش ليا القشره، وغادي نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا عاد نبداو نخدموا بهم. وغادي تشوفوا معايا الطريقه والخدمه ديال الملاوي كيفاش غادي نخدمها. كما لاحظتوا راني غطيته بالبلاستيك. من بعد ما طلقوا لينا الكويرات ديال الدقيق ديالنا ديال العجين ديالنا عفوا، دابا غادي نبدا نقرص فيهم. كما لاحظتوا راه ترخفات مزيان في دوك الزليفات. عندي الدقيق ديال الفرينه، دقيق الفرينه اللي مغربل نفسه اللي عجننا به، عندي الزيت وعندي الزبده. غادي نخدم على هذه الطريقه هذه، يعني كنسرح الكويره دائريه، تنجيب الفوقانيه والتحتانيه وتنلاقيهم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وتنحطهم يرتاحوا. وغادي نعاود معكم وحده ثانيه باش تشوفوا الطريقه وتكون يعني مفهومه. بالنسبه للطريقه راه مفهومه، راني خدمتها في الاول وراني كنعاودها معكم عاود ثاني في الثاني. كنتمنى ان شاء الله تكون واضحه لكم. بالنسبه لهذا الدقيق هذا، كما كتعرفوا الدقيق الكامل يعني دغيا كيتخدم، ماشي بحال الدقيق الاخر الفورس اللي تنخدموا به، ولكن صراحه البنات يعني غيديروه ما غاديش تندموا عليه، تتجي فيه الحلاوه وتتجي فيه واحد المذاق رائع رائع رائع. كما كتشوفوا خدمتوا على الطريقه هذه، وغادي نخليهم يرتاحوا كاملهم، وغادي نبداو نخدموا بهم ان شاء الله. كما كتلاحظوا من بعد ما ارتاحوا ليا شويه كنبدا نلوي فيهم، وحاولوا يعني ما تبركوش على العجين بزاف، يعني ها كتلويو وانتوما غاديين على هذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه. ما تخافوا من والو، واخا هو راه تيطلق شويه الدقيق الكامل، راه تيطلق شويه ماشي بحال الدقيق الاخر، ولكن يستحق التجربه. غادي نعاود معكم وحده ثانيه باش تشوفوا الطريقه كيفاش كتكون. كنتمنى ان شاء الله تكون واضحه لكم.
كندهن فيها الزيت صافي. وتنجمع القاشيه درت لها الدقيق من الداخل، ما نحتاجش نعاود نبقى نزيد في الدقيق صافي. تنخدم على هذا الشكل هذا صافي. غادي نكمل على هذه الطريقه جميع العجين اللي بقى عندي ونخليه يرتاح باش نبداو ان شاء الله نطيبوا فيه. كما كتشوفوا غادي فيما خدمته يعني تغطوا بالبلاستيك، يعني ما تخلوش الوجه عريان باش ما يوصلوش البرد ويدير لكم القشره. كما كتلاحظوا انا بديت تنطيب. بالنسبه لهذا الدقيق راه ما تيتنفخش بزاف حقاش ما فيش الفورس نهائيا، ولكن كيجي لذيذ صراحه، كيجي لذيذ بزاف. خلاص درتوه مع الزبده وعسيله داكشي، يا سلام. كنتمنى ان شاء الله تجربوا، غير جربوا راه ما غاديش تندموا عليه. هذا هو الملول اللي تتبغيه الوالده، والصراحه زوين بزاف. كما كتلاحظوا كنقرص غير من الجوانب، يعني ما تقرصوش بزاف لحقاش هو داك كيترخى، يعني خدموه غير بشويه صافي. على هذا الشكل هذا غادي نبقى نطيب فيه، وكنستعن بطبيعه الحال بشويه الزويته حاجه عاديه باش يتحمر لينا. كما لاحظتوا راني ما درتش الزبده بزاف، يعني دخلت له غير شويه الزبده غير قليله صافي. كنبقى على هذا الشكل هذا تنطيب الملوي اللي عندي كامل، ورجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الملاوي ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين. خلاص قدمتهم مع العسل والزبده والزيت، تيجيو غزالين غزالين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وتجربوا الملاوي ديال الدقيق الكامل، وتردوا عليا في الكومنتار كاع الناس اللي اول مره كيدخلوا القناه ديالي. كنتمنى تابوناو فيها وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله. وبسلام عليكم الى فيديو جاي.